بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن
تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة أولئك عليهم لعنة
الناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن صدق الله العظيم.